حضورنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم بدر القاسم من فريق أركينت، واليوم نبدأ إن شاء الله مبادرة جديدة، وهي قراءة معمارية مع ضيفتنا المهندسة منيرة السويدي، قراءة ملخص الكتاب Smart Cities Specialized Intelligence. وراح يكون مدير الحوار معانا اليوم إن شاء الله من ليبيا زميلنا المهندس مفوق حواس. السلام عليكم جميعا، شكرا شكرا زميل بدر، جزيلا على التقديم، وشكرا للزميلة منيرة على الاستجابة السريعة والمبادرة الطيبة من طرفها. نرحب بجميع متابعينا، جميع متابعين شبكة أركينت من زملائنا المعماريين، ونعرف بداية بمبادرتنا الجديدة إن شاء الله، اللي هي مبادرة قراءة معمارية. الهدف الأساسي منها تشجيع الأجيال الجديدة من المعماريين للتواصل مع المصدر الرئيسي للمعرفة اللي هو الكتاب، في وسط هذا الزخم التكنولوجي اللي صاير في وقتنا الحاضر. لاحظنا أو لمسنا عزوف الكثير من الأجيال الجديدة على التواصل مع الكتاب كمرجع ومصدر أساسي للمعرفة، فنحاول من خلال هذه المبادرة تشجيع هذه الأجيال وأيضا زملاء المهنة والمزاولين والممارسين لقراءة الكتب والمطالعة المعمارية ومشاركة الأفكار والملخصات اللي تخص هذه الكتب. المبادرة أيضا حيكون أحد أهدافها الوصول إلى مكتبة إلكترونية تحوي ملخصات لمعظم الكتب المعمارية القيمة. الملخصات هذه حتساعد المعماريين والمزاولين وممارسين المهنة والطلاب في الوصول إلى ضالتهم بشكل أسهل وأسرع، بحيث أنه هو تصفح المكتبة الإلكترونية للملخصات هي حيكون سهل، ويوصل صاحبه يعني لما يحتاج من مراجع بشكل أسرع وأسهل. المبادرة مفتوحة لجميع الزملاء المعماريين، سواء رواد أركينت وأعضائها أو أي معماري عنده الرغبة في المبادرة هذه، لا تزال مفتوحة وحتبقى مفتوحة بإذن الله لمساهمة الجميع. مساهمات المعماريين هي وقود استمرار هذه المبادرة بإذن الله. زميلتنا منيرة بارك الله فيها مشكورة، بادرت وكانت أول المبادرين، اقترحت اسم كتاب وعدت ملخص وعرض تقديمي بإذن الله حيكون شيق إن شاء الله. حنتعرف معاها اليوم لملخص الكتاب ومحتواه في موضوع مهم جدا وحساس جدا، خصوصا في السنين الأخيرة، موضوع المدن الذكية، البيئة المبنية والعمرانية للمدن الذكية، علاقتها بالمستخدمين، والموضوع الأهم جدا علاقتها بالمجتمعات العربية وما تمتاز به من خصوصية في تركيبتها الاجتماعية. مش حنطيل عليكم في التقديم، أكيد كنا متشوقين لمتابعة العرض بإذن الله، فننتقل لزميلتنا منيرة للتعريف بنفسها والتعريف بالكتاب والبدء في متابعة العرض بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا مساء الخير على الجميع. في البداية أحب أشكر فريق أركينت على الاستضافة، جدا يشرفني أن أكون ضمن نخبة من المهندسين المعماريين المخططين الحضاريين والمصممين الداخليين. عندي شكر خاص للمهندس مفوق حواس على هذه الفكرة، فكرة أركينت قراءة معمارية. طبعا هذه مثل ما ذكر أنه تسهم في إثراء المحتوى العربي الهندسي، نحن بحاجة أن يكون عندنا ثراء المحتوى الهندسي. ويسعدني جدا ان اكون من اوائل المبادرين، ومثل ما ذكر طبعا هنشجع اللي الناس اللي تحب تكون جزء من هذه المبادره. انا اسمي منير عبد الله السويدي، مهندسه معماريه، عندي ماجستير في التصميم المستدام للبيئه العمرانيه، وحاليا ادرس الدكتوراه. عندي اهتمام كبير بمجال المدن الذكيه المستدامه، وعندي فضول اكبر لاعرف ان كيف راح تكون المدن في المستقبل. انا اخترت اني اشارك بكتاب Smart Cities Specialized Intelligence. هذا الكتاب طبعا هو يتحدث عن يعني تركيزه على المدن الذكيه. نتكلم عن Smart Cities Specialized Intelligence، الذكاء المكاني. هذا الكتاب صدرت منه نسخه واحده عام 2015، يعني من عام 2015 الى عام 2000
23 هناك العديد من الأشياء التي تغيرت. طبعا مع التكنولوجيا في تغير سريع في الكثير من التقنيات التي استحدثت والثورات التكنولوجية وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرها من الأمور. أول شيء حابة يعني أوضح قبل ما نبتدي الكتاب أن هناك فرق بين المدينة الذكية والمدينة المستدامة. ليست كل مدينة ذكية مستدامة، وليس بالضرورة كل مدينة مستدامة تكون ذكية، ولكن الـ combination of both، الدمج ما بين خصائص المدينة الذكية وخصائص المدينة المستدامة يولد العديد من الـ potentials، ولكن هناك العديد من التحديات. خليني أعرفكم بس على ركائز في المدينة. المدينة المستدامة ركائزها social, economic and environment، بينما المدينة الذكية ركائزها هي smart mobility, smart government, smart people, smart economy, smart living. الحين يعني خلينا فكرة إن شو الفرق بين المدينة الذكية والمدينة المستدامة، ولكن هذا الكتاب فقط يركز على المدينة الذكية. كتاب اليوم هو يتحدث عن المدينة الذكية، وهو كتاب دعنا نقول أنه يستهدف المهندسين المعماريين، المخططين الحضاريين، أصحاب القرار. هو الكاتب يتوقع أنه راح يكون في تغيير جذري لمبادئ التخطيط الحضاري، يعني النيو أربن بلانينج ايديا، وهو يعني يشجع على فكرة تبني استراتيجية للمدينة الذكية. هو الكتاب صدر عبر دار نشر ولي أند سونز، ومثل ما قلت هي طبعة واحدة وكانت عام 2015. الكاتب هو أنتوان بيكون، هو بروفيسور فرنسي متخصص في العمارة، وهو يعني لديه مؤسسة كوربيزيير. أبحاثه ترتكز على القضايا المعاصرة حول الثقافة الرقمية والعمارة والهندسة المدنية. هنا يجب نحن نسلط الضوء على التحديات التي تواجه المدن. شو اللي خلى المدن تتجه إلى أن هي تكون ذكية؟ هناك يعني يقال أنه بعام 2050 أكثر من 60% من السكان راح يتوجهون يكونون يعني يسكنون في المدن. هذا يشكل ضغط كبير على الموارد، ضغط كبير على الطاقة، ضغط كبير على خلينا نقول المياه. ولذلك يعني الحلول يعني الناس ما قامت ترضى بحلول عادية أو مستدامة، يعني تحتاج حلول ذكية. لذا أول تحدي هو ازدياد النمو السكاني، وثاني تحدي مثل ما قلنا هو الزحف الحضري urban sprawl، وأكبر تحدي نحن كلنا عايشينه وكلنا يعني فاهمين موضوع التغير المناخي climate change، هذا من أكبر التحديات حقيقة. وأيضا تحدي نحن كيف نتبنى الثورة الصناعية الرابعة بما يخدم المدينة وسكان المدينة. طبعا الكتاب يتكون من 3 فصول رئيسية، يتكلم عن the advance of the smart city from flow management to event control، يعني يتحدث عن ظهور المدينة الذكية من إدارة التدفق flow management إلى التحكم بالأحداث اللي تصير في المدينة، ثم تكلم عن قصة مدينتين، ثم تكلم عن الذكاء الحضري ومساحات الفراغ. لكل فصل طبعا في تقسيمات. أول شيء عرف شو هي المدينة الذكية، تكلم عن الخيال الذاتي، تكلم عن المدينة الواعية والحسية وكمية البيانات الهائلة البيج داتا وماذا يحدث. في الفصل الثاني ركز على موضوع افتراضات حول المدينة السيبرانية، وتكلم عن المدينة التعاونية اللي هي collaborative city، ان كل شخص في المدينة ممكن يكون مساهم في تطويرها او تطوير المنهج الحضري. وتكلم عن الفرد الرقمي. في الفصل الثالث تكلم عن augmented reality، الواقع المعزز والجيومكاني geolocation، تكلم عن التخطيط الـ 3D urban planning، تكلم عن علاقة جديدة للبنية التحتية new infrastructure، عن الجماليات وعن مختبر الحياة في العصر الرقمي. طبعا تساءل الكاتب وهو السؤال المهم، ما الذي يجعل المدينة ذكية؟ ما الذي يجعل المدينة ذكية؟ ما هي أصلا المدينة الذكية؟ فعرفها بأنها المحرك الاستراتيجي الجديد للنمو، وتستخدم المدن الذكية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز أشكال جديدة من الحياة. شو الهدف من المدينة الذكية؟ مثل ما قلنا إن هي كأنها استجابة
للمتغيرات اللي تحصل، وبالتالي تحسين جودة حياة جودة الحياة بناء على مفهوم دمج التقنية الرقمية ومعايير الاستدامة، وإتاحة منصتكم مثل كاتفور لتبادل الخبرات والمعرفة. من تستهدف المدينة الذكية؟ تستهدف طبعا الجهات الحكومية الخاصة والأفراد. شو العوامل اللي تأثر في هذه المدينة؟ كثير من العوامل، جزء منها الابتكار التكنولوجي الاقتصادي السياسي والاجتماعي. إذا موضوع المدينة الذكية خلينا نقول هو موضوع كبير، ويعني هو شبكة من خلينا نقول تخصصات، قد تكون يعني مش فقط المعماريين، ان ناس متخصصه في الذكاء الاصطناعي، الداتا ساينتست، الكمبيوتر ساينتست، خلينا نقول يعني اصحاب القرار، يعني كل هذيلا ياثرون في تشكيل ماهيه المدينه الذكيه. طبعا ما حد يقدر يتوقع شو راح يكون في المستقبل، يعني طبعا العلم عن الغيب بيد الله، ولكن ذكر الكاتب ان آلن كي هو كمبيوتر ساينتست، يعني اختصر الموضوع بالمقوله the best way to predict the future is to invent it، افضل طريقه لتنبؤ المستقبل هو ابتكاره. طبعا الكاتب يشير ان مصطلح المدينه الذكيه هو مصطلح امريكي، ولكن التجارب ليست وليدة دولة معينة، ولكنها نتاج لمجموعة دول وثقافات. عندنا يعني تجارب، يعني خلينا نقول في تعتبر سنغافورة الأذكى عالميا، عندكم تجارب في كوريا الجنوبية، في أمريكا، في بريطانيا، في برشلونة، يعني التجارب يعني للمدينة الذكية. يشير الكاتب أن الذكاء هو القدرة على التعلم وفهم السبب، ويجب تمييز الذكاء البشري عن الذكاء الاصطناعي AI. أنت عندك هنا أن الناس أو المختصين بهندسة الكمبيوتر دائما يعني machine learning، وهم يعني عبارة عن يعني نقل خلينا نقول الذكاء البشري إلى المشين، بحيث أن يدير العمليات، يعني مثل الروبوتات وغيرها من الأجهزة. أكثر من 50 مليار جهاز موصول بالإنترنت IoT، يعني إنترنت الأشياء. نحن يمكن تقريباً نقول معظمنا يستخدم الهاتف الذكي، هذا هو موصول للإنترنت، عندنا يعني أجهزة كثيرة، فإنترنت الأشياء هو يعطيك القدرة على التحكم real time control، فتقدر تتحكم يعني يعني نقول يعني مثل example عليه الهوم أوتوميشن، من تليفونك تقدر يعني تتحكم بالطاقة، بالمياه، بالكهرباء، وتقدر تشوف الـ real time consumption. فكرة المدينة تطورت من خلال science fiction، أفلام الخيال العلمي التي تتغذى على التكنولوجيا. إذا يقول الكاتب أن المدن الذكية the new utopia، يعني المدينة الفاضلة الجديدة. مثل ما ذكرت هني هو أشار إلى عدة دول، يعني مش يعني هذه it's not ranking، يعني بس هي جزء من المدن اللي ذكرها: نيويورك، برشلونة، كوريا الجنوبية، سنغافورة، بريطانيا، فرنسا، أبو ظبي. ذكرها في الكتاب، لكن نحن نقدر اليوم نشوف يعني رانكينج للدول والأبليكيشنز اللي خلالها صارت مدن ذكية. المدن الذكية هي مدن تساهم في التمكين التكنولوجي، يعني technological empowerment for users. هي المدينة الذكية تجعل الأفراد مشاركين في تطوير المقترحات لسكان المدينة فيما يتعلق بالخدمات وغيرها. يعني أعطيكم مثال، يعني لو أنت شفت مثلا شيء معين في الشارع تقدر تصوره وتبعثه للبلديات المحلية يأخذون فيها أكشن، معناته إن هذه التكنولوجيا الحديثة خلت الناس مساهمين في تطوير مدينتهم. التقنيات الرقمية تغير التجربة الحضرية، ونحن راح ناخذ مثال عن قريب انه شو يقصد بان التقنيات تغير التجربة الحضرية. الهواتف الذكية هي open source للمعلومات في التخطيط الحضري. مفهوم المدينة الذكية هو مفهوم موجود بالفعل وليس افتراضي، ولكن مع الوقت هناك ارتباط متزايد بين العالم الرقمي والمادي، between the physical world and digital world. يعني مع الوقت يعني هذا الجاب ينقص، معناته ان المدينه الذكيه مش فقط افتراضات، ولكنها هذه هي الحقيقه المنطقيه او التوجه المنطقي لتخطيط المدن.
عندكم تقنيات الجيولوكيشن والاجمنتد رياليتي و3 دي، هذه كلها تضيف بعد جديد لعلاقه الشخص بالفضاء بالسبيس. هذه يعني من اهم الملخصات اللي ذكرها الكاتب واشار اليها. هنا الكاتب ذكر بروتوتايب في الصوره اللي تحت تقدرون تشوفونها، هذه في البرتغال. البرتغال كانت تبغي تطور مدينه ذكيه، يعني ممكن ان تكون كمثال لباقي الدول اللي تحب تتبنى هذا المنهج، وهي مدينه ذكيه خضراء ومختبر للتكنولوجيا، يعني يمكن من خلالها التحكم بالطاقه، المياه، الازدحام المروري. فنقول هني هي كانت في 2010. وتكلم أيضاً عن أن دمج مجالات تحسين كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والنفايات، أن توفير سيارات كهربائية في هذه المدينة، وتوفير خدمات اللي هي الإمرجنسي، وتوفير أيضاً تطبيقات تساعدهم أن تساعد الأفراد على التواصل مع بيئتهم. هذه كانت من أوائل تقول النماذج للمدن الذكية وتصوراتها في البرتغال تحديداً. نأتي هنا إلى الأمثلة أو التطبيقات التي تحدث عنها الكاتب في الكتاب. تكلم عن جوجل سيلف درايف كار بروتوتايب عام 2014، هي نموذج أولي لمركبة ذاتية القيادة، ما فيها عجلة قيادة ولكن فيها سنسرز مستشعرات. وهني أنتم طبعا هاي التقنية مش غريبة عليكم، معظمكم عارفينها، السمارت باركينج سنسر عام 2011. ممكن نقول هاي التقنية تساعد إن أنت توجد أماكن شاغرة لصف السيارة، وتستخدم تقنيات الراديو فريكونسي. أيضا أشار الكاتب على موضوع السمارت ميترينج سيستم. هذا السمارت ميترينج سيستم خلينا نقول إنه جدا مهم في مراقبة آنية للطاقة، تقدر تراقب أنت معدل استهلاك المياه والكهرباء، وتقدر خلالها أيضا يو أفويد بيك أورز اللي هي أوقات الذروة. فهذا يعني يساعد الأفراد تحديدا بتوفير الطاقة، وإذا أنت توفر طاقة بعد توفر في يعني البلس. عندنا مثال سمارت فود ويست ديسبوزل، هذا كان تقنية عام 2015، هي إدارة ذكية لمخلفات الأغذية، تستخدم IoT إنترنت أوف ثينجز، فيها تراكينج للحاويات، تقدر تعرف أي حاوية امتلأت، وبالتالي يكون more efficient trips لزيارة هذه الحاويات وإفراغها. وهذه الحاويات تقوم بتحويل الأغذية الزائدة إلى سماد عضوي. أيضا تحدث هنا الكاتب عن smart cities turning big data into insight. كان في IBM infographic، هذه ذكرها الكاتب أنه هو رسم بياني لشركة IBM يستعرض مقاييس أو أرقام خلف المدن الذكية، يقول إنه يساعد المدن على تحويل يعني تحويل مدينة بوسطن وكامبريدج إن تكون تحقق كفاءة أكبر من خلال يعني الأرقام الموجودة. هني ذكر إن 1 تريليون دولار أمريكي يمكن تحقيق يعني توفيره من خلال تحسين البنية التحتية، ويكون هناك حاجة إلى إن أنت تدفع حوالي 57 تريليون دولار في استثمارات البنية التحتية بين عام 2013 و2030. فكان انفوجرافيك يوضح للديسيجن ميكرز يعني ارقام تانجبل ريدنجز ان شو ممكن توجد الحلول لهذه المدينة. ذكر هني الكاتب عن ايكاب 2013، كان هذا تصميم لروبوت خذوه ان يكون كشكل طفل، لان يعني هو الهدف منه انه كانوا يبون يدربون الروبوتات كانها طفل، يعني ينقلون المهارات والخبرات لكي يتعامل هذا الروبوت كطفل صغير، يقدر يعني يكتسب مهارات. فهني لما قلنا ان كيف الشخص يكون يغير التجربه الحضاريه، هني كان في ابلكيشن قديم، طبعا نوكيا مثل ما نحن عارفين I don't think it's there anymore، شركة نوكيا، ولكن كان عندهم من خلال كاميرا الهاتف النقال تقدر ترصد الأماكن nearby landmarks وتشوف الريتنج عليها.
فكانت تجربة الواقع المعزز للمستخدمين على العثور على المعالم المجاورة مثل لوكال جايد، وضحت المعلومات أكثر عن هذا المبنى من الثورة. وطبعا يعني ويتيح لك ان انت تشاركه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويكون كرفرنس. يعني هني كان في تصور قديم عام يعني 81 ان كيف راح تكون غرف التحكم، يعني انت كيف راح تدير الاوبريشنز او عمليات المدينه اذا ما يكون عندك سنترال يعني يونت. فهذا هو يعني بلان لمخطط أفقي وعرضي لغرفة تحكم مركزية للعمليات العسكرية. يمكن نحن نعرف أن يعني في تقنيات جدا طورت خلفيتها تكون عسكرية في البداية، ولكن عقب تنتشر للجمهور. طبعا هني يسهل أن جمع البيانات، ويسهل على أصحاب القرار أن يأخذون الإجراء المناسب وإصدار الأوامر. كمثال عندكم مدينة اللي بعدها ريو دي جانيرو، كان عندهم نيد انهم يسوون اوبريشن سنتر. هذا كان 2010 بعد كانت عندهم انهيار ارضي، وبتحفيز من كاس العالم بعد 2014 كانوا يريدون مركز عمليات يقدرون يتحكمون من خلاله للعمليات المدينه الحيويه، يستقبلون المعلومات عن طريق سنسرز مستشعرات موزعه في المدينه منتشرة تتيح استجابة آنية لأي حدث. تم ربط 50 وكالة يعني محلية، وأدى تكامل البيانات هذه كلها مع بعض إلى علاقة أكثر تعاون collaborative وأكثر كفاءة. التحكم في العمليات أدى إلى تدفق حركة مرورية يعني أسهل، وربط تم ربط مركز العمليات بوسائل الإعلام في المدينة. هذا أتاح يعني مساحة من الشفافية وطريقة مبسطة لنشر المعلومات. نحن عارفين إن يعني معظم الدول يمكن يكون عندها يعني غرف تحكم، فهذه جزء مهم جدا في المدينة الذكية للتحكم مثل ما قلنا بعمليات المدينة، سواء من الطاقة، بالمرور، بالطوارئ. يعني سهل جدا ل يعني take real time action. هني ذكر تطبيقات يعني تكون منتشرة كجزء من يعني المخطط، مثلا خلينا نقول الحضري، إن يكون في applications أو استخدامات. أن هني سولار باور سوفا بنش 2014 هي ليست فقط يعني فيها يعني إنترنت وفيها تقدر تشحن في الهاتف الذكي، ولكن أيضا هي تستخدم بيانات يعني مثل عدد الأشخاص المتواجدين لتحسين التجربة الحضرية. إحنا عندنا هنا بعد مثال تحت تشوفون الشجرة E3 بروتوتايب، نفس الشيء تعمل من خلال سولار إنرجي، وفيها طبعا إنترنت وشحن، وأيضا فيها شاشات توضح مثلا معلومات عن المدينة مثل توقيت وصول الحافلات. عندك نفس ما قلنا يكون يعني لوكال، يعني يبين ان يكون مثل لوكال جايد، فلها عده استخدامات، وايضا هي قابله للتطوير. يعني هني ذكر الكاتب مدينه مصدر. مدينه مصدر هي تعتبر نموذج مستدام في دوله الامارات العربيه المتحده في ابو ظبي تحديدا، تعمل ايضا على طاقه السولار انرجي، وفيها يعني مجمعات وشركات عالمية، وفيها آيرينا اللي هو وكالة الطاقة الدولية المتجددة، وفيها جامعة أيضا للذكاء الاصطناعي، وتتميز بحلول دقل ذكية ومتكاملة. فيها أول مركبة ذاتية القيادة، وفيها يعني تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة. شو هي تحديات الذكاء؟ الكاتب يشير أن هناك يعني صحيح أن في مزايا كثيرة للمدن الذكية، ولكن أيضا توجد تحديات فعلية وحقيقية للمدن الذكية. طبعا نحن نعرف أول شيء أن هو يسأل الكاتب أو يعني يتساءل، هل هي فعلا خضراء؟ Is it really يعني green؟ شو يقصد؟ إن هناك الكثير من نحن نعرف يعني مع التقنيات الحديثة في أجهزة، الكمبيوترات، الشاشات، الكيبلات، هذه كلها لها تأثير حراري
على البيئة، ولها أيضا إن هي تستهلك طاقة، يعني 10% من يعني من المعدل العالمي، فهي مش رقم بسيط. نحن نعرف الكهرباء يعني حاليا يكون عن طريق الطاقة غير المتجددة. هني تساءل كاتب، هل هي فعلا خضراء؟ المدينة الذكية يقول إن هي متعرضة للتخريب والإرهاب والهجمات الإلكترونية سايبر أتاكس، التي ممكن تؤدي إلى قطع حتى الخدمات أو سوء استخدام البيانات أو سرقتها. يعني في ريسك إن أنت تشغل مدينة على الإنترنت ويكون فيها ريسك إن ممكن إن هذه الخدمات ما توصل، أو يعني بضيف أيضا يعني نقطة للكاتب، إن في مع التكنولوجيا في مشكلة الانتربروبيليتي والكومباتيبيليتي، إن كيف إن تقدر فعلا تخلي هذه التقنيات يعني تكون منسجمة مع بعض. أيضا طرح موضوع جدا مهم وهي خصوصية البيانات الشخصية، واقترح وجود كود أخلاقي يحافظ على خصوصية وأسرار الأفراد. كونك أنت في مدينة ذكية لا يعني سهولة الوصول إلى بياناتك، وهذه طبعا هم يشتغلون كثير على موضوع السكيورتي وموضوع الأمن وموضوع أنه سواء أمن الدولة حتى أمن الأشخاص في ظل المدينة الذكية. هني تكلمت عن الأشياء اللي تكلم عنها الكاتب خلينا نقول عام 2013، ولكن طبعا احب بعد يعني اعطي بونس انه شو صار بعد يعني بعد هذا العام. اتكلم هني الكاتب 2013 عن كان في بروتوتايب لموضوع جوجل جلاس بروتوتايب. اليوم نحن نتكلم عن ان في عندكم ابل بروفيجن، عندكم يعني تطور حتى في يعني طريقه الاستخدامات، مثلا لان يقلل من السكرين، يكون عندهم بدائل والى غير ذلك من الامور. ارقام ان شاء الله تكون راح تكون مهمه لكم، مثل ما ذكرت قبل ان اكثر من 60% 68% من السكان متوقع ان يعيشوا في المدن بعام 2050. هناك 931 مليون طن هو كميه الطعام المهدره، وترتبط بنسبه 6% من انبعاثات الكربون على مستوى العالم. ماذا يعني ذلك؟ ان نحن ان بنحتاج الفود waste disposal، ان يخفف من هذا الـ يعني الـ waste ويحوله لسماد. فهذا شيء جدا يعني رقم جدا كبير. 13 هو المركز الذي حققته مدينه ابو ظبي في ترتيب المدن الاكثر ذكاء حسب اي ام دي عام 2023. يعني شرنا نحن في العالم العربي يعني يعتبر ان عندنا مدن ذكيه، ولكن هاي يعني تختلف المعايير يعني من جهة لأخرى. 14 مليار دولار أمريكي من المياه الصالحة للشرب يتم خسارتها كل عام بسبب التخريبات والسرقة والاستخدام غير المشروع. لذلك نحن نحتاج سمارت ميترينج سيستم عشان نشوف وين الخلل ويدتكت ليكس ويدتكت يعني الأشياء المرتبطة بهذا الشيء. 75% من الانبعاثات ثاني أكسيد الكربون سببها وسائل النقل والمباني في المدن. إذا نحن نحتاج إلى حلول فعلية ذكية ومستدامة لمواجهة هذه التحديات اللي ذكرتها مسبقا. اليوم نقدر نقول أن مع التكنولوجيا هناك يعني تقنيات يعني أكثر صارت متاحة للناس. في عندكم الديجيتال توين او التوأمة الرقمية، وراح تكون هذه مفيدة جدا اللي حابب يبحث عنها عن موضوع الأربن الثاني، ان كيف يعني انت تخلق نسخة رقمية من مدينة فيزيكال، وكيف راح يكون فيها اوبتمايزيشن لموضوع الطاقة وغيرها من البناء، حتى وسيلة البناء نفسها ان مرتبطة بالاي او تي كونستراكشن. فالديجيتال توين يساعد يعني ان هو مش استخدامه فقط للاربن بلانرز، ولكن ايضا على مستوى المصانع وغيرها من التقنيات. عندكم الهوم اوتوميشن اوريدي، يعني يمكن انتم عارفين ان يعني عندكم البيوت الذكيه، البيوت اللي هي تستخدم الاجهزه الذكيه للتحكم بالمنزل، سواء من سكيورتي، من الطاقه وغيرها من الامور. عندكم مثلا تقنيه الفيشل فيس ريكوجنيشن، هذه جدا استخدموها ايام كورونا، نقدر كنا نشوف طبعا وي ديتكت تمبريتشر. وعندكم تقنيات طبعا مثل عندكم السمارت واتشز وغيرها، هذه كلها يعني تقنيات يعني جزء من المدينه الحديثه. ممكن مهندس مفوق يعني نتكلم اكثر عن يعني بسألك سؤال، يعني خلال
خلال المحاضرة يعني كون عندك فكرة أوضح لماهية المدن الذكية؟ في خلال الوقت اللي جهزوا زملائنا في أركينكت الأسئلة، نقدروا يعني نتكلموا قليلا يعني بخصوص العرض أو التقديم. أولا شكرا باشمهندسة، تقديم وتلخيص رائع جدا، مختصر ومفيد، ومن الواضح أن الكتاب قيم جدا حقيقة. دليل أن الكتاب قيم وموضوعي وواضح أن المؤلف نفسه في نهاية الكتاب أثار تساؤلات، يعني هو يشرح في موضوع وفي نفس الوقت كأنه يقول ان راه الموضوع هذا مازال محل جدل ومحل نقاش، والتساؤلات هي مفتاح يعني لتساؤلاتنا كنا يعني جميعا. نعم واحد من تساؤلاته اللي تخص الخصوصية، خلينا نفكر في علاقة المجتمعات العربية وخصوصيتها كمجتمعات ذات ثقافة مختلفة، علاقتها بالأنظمة الذكية. زي ما في مدينة عربية من غير أنظمة ذكية، مدينة اللي نعرفها احنا عندها مفرداتها المعمارية الخاصة بها اللي تحترم الخصوصية وتقيد النظر تحديدا يعني مثلا، أو تحترم المنطقة الخاصة للفرد. شنو هو تأثير الأنظمة الذكية أو علاقتها بالمجتمعات المحلية العربية ذات الصفات الاجتماعية الخاصة؟ كيف حتكون العلاقة ما بيناتهم؟ شنو هو التأثير المستقبلي؟ هل سنشهد تأثير أو تغيير في البيئة أو التركيبة الاجتماعية نفسها نظير الحصول على هذه التقنيات أو نظير إنشاء هذه البيئات الذكية؟ شنو حيكون طبيعة التفاعل ما بين المجتمعات هذه وما بين التقنية الجديدة هي؟ هذا واحد من التساؤلات اللي تقدري مثلا تتحدثين عليه شوية باشمهندسة، مثلا شن تصورك ليه أو شن صادفك عليه مثلا من أبحاث أو تجارب أو حاجة زيك؟ سؤالك جدا مهم مهندس مفوق. حاليا نحن يعني هناك الكثير يعني خلينا نقول من المقالات العلمية اللي تركز على human centric design اللي هي تصميم مدينة بناء على احتياجات الأفراد، وطبعا it's international، كلنا يعني عندنا احتياجات تقريبا خلينا نقول هي نفسها عالميا، ولكن في احتياجات أدق، في احتياجات تكون tailor made باي كلتشر يعني، او تحترم مثلا الثقافه او الدين او غيرها من هذه الامور. لذلك انا اؤمن ان راح يكون في معيار ثابت اللي هو انساني، وفي معيار اخر هو معيار يعني كاستمايز تيلر ميد لاحتياج هذه المدن تحديدا. ما تقدر انت تقارن، مع ان يعني ما تقدر تقارن دوله مثلا عربيه بدوله اجنبيه، كل دوله لها معاييرها، سياستها، خصوصيتها، طبوغرافيتها، يعني حتى طبيعة خلينا نقول الوذر. فأنت لما تجي مثلا يعني تلبي احتياجات مدينة أخرى لازم تكون دارسنها دراسة، ولازم هني يجي دور أصحاب القرار decision maker إن ياخذون القرار المناسب. في ريسك كبير إن ساعات إن المدن الذكية يكون مثلا الأوبريترز تحتاج تجيب التقنية من خارج دولتك، ولكن انت كدوله شو السياسات اللي انت تفرضها، ان يعني ان مثلا ما يكون في اختراق للخصوصيه، ما يكون في اختراق لاشياء يعني نحن يعني كثير ان موضوع الخصوصيه موضوع ان جدا مقدس. فهني يكون دور اصحاب القرار، وايضا دور اصحاب اللي انت توجه مثلا الجيل القادم ان يكون اوير اوف هذه التقنيات بما يتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا وخصوصيتنا. فهذا جدا ايضا سؤال مهم، ويعني انا شخصيا يعني حابه اعرف شو راح يصير. شكرا شكرا باشمهندس. نشوف لو في سؤال. نعم مهندس مفوق، في سؤال ورد من الاستاذ هشام سويدي، هل المدن الذكيه خيار أم شيء حتمي في المستقبل؟ وهذا مبني كذلك على سؤالك مهندس مفوق، بحكم أن المدن العربية لها خصوصيتها أو لها طابعها الخاص مقارنة بمدن أخرى، فهل المدن الذكية راح يكون شيء حتمي في المستقبل مهندسة منيرة، أو هو خيار للمدن تستطيع أن تأخذه؟ أشكر أول شيء أستاذ هشام سويدي على سؤاله اللي هو جدا جميل. هذا الحين يعتبر على مؤشر جهوزية المدن،
هل هي عندها الـ ready infrastructure؟ هل هي عندها البنية اللي هي تكون جاهزة لأن هي تكون مدينة ذكية أو لا؟ واحتياجات الـ يعني كل مدينة، لأن موضوع المدينة الذكية مكلف، هو موضوع مكلف حقيقة. لذلك يعني public private partnership جدا مهمة في المدينة. الحكومة لوحدها ما راح تقدر يعني تشكل مدينة ذكية غير ما أن هي تتعاون مع شركات خاصة متخصصة في التكنولوجيا وغيرها. لذلك ما نقدر نقول أن هذا هو يعني اللي works for all، هذه مش solution اللي راح تخدم كل دول العالم، ولكن في مدن فيها تنافس لأن تكون ذكية وأن هي يعني توفر احتياجات منطقية لمستخدمينها. يعني مثل ما ذكرت أن في هناك راح يكون ضغوطات على المدن الذكية اللي هي المدن اللي عفوا اللي راح يكون فيها زيادة السكان، فلما تزيد عندك عدد السكان أنت لازم you keep up with them، سواء من خدمات، من الباقة، من يعني العمليات. فهي غير ما تكون عن يعني مدينة يعني ما تحتاج هذا كله. فهو يعني يعتمد على الدولة ويعتمد على جهوزيتها وعلى مواردها وكثير من الاعتبارات، يعني هو أصلا هي راغبة في التحويل أو لا. فإن شاء الله يكون جاوبت على السؤال. واضح من الأستاذة أو مهندسة منيرة، هو باختصار الإجابة أنه الـ initiative أو المبادرة لازم تكون بالتشارك ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، نعم. وهو ما هو المسؤولية ما هي فقط على عاتق جهة على أخرى، هي جهد جماعي لازم يكون من قبل المجتمع المحلي بأكمله. صحيح. سؤال آخر كذلك ورد من الأستاذ مبارك المزروع، إيش هي هو بالإنجليزي لكن راح أترجمه، ما هي الإجراءات الاحترازية للهجمات السايبر، عذرا السايبر أتاكس على السمارت سيتيز أو أشوف الحدائق الإلكترونية؟ نفس الشيء، حاب أشكر أستاذ مبارك على السؤال المهم. مع التقنيات الحديثة، أنا مش متخصصة في يعني my background is مش بالكمبيوتر، ولكن أنا عارفة موضوع البلوك تشين. بلوك تشين هو موضوع إذا يعني استخدموه راح يوفر طبقات من الحماية. فهذه one of the solutions، إن كيف أنت راح يعني تأمن خدماتك عن طريق تقنية البلوك تشين. فلأني مش متخصصة يعني ما أقدر أتكلم عن هذه التقنية، ولكن أنا أعرف إن البلوك تشين هي واحدة من الطرق اللي تزيد خلينا نقول الأمن في موضوع استخدام الإنترنت أو التكنولوجيا. نعم، تعطيك فاير وول أو بفر أكبر ضد الهجمات الإلكترونية. نعم صحيح. وكذلك الأنظمة هذه بطبيعتها راح تتطور مع تطور التكنولوجيا، صحيح. مثل ما تطورت الأنظمة الأمنية الاعتيادية نعم. من ناحية الشرطة وأنظمة الرقابة، راح تتطور الأنظمة هذه بالتزامن مع تطور المدن الذكية. صحيح صحيح. لكل تقنية أكيد فيها يعني دراسة لإيجابياتها وسلبياتها، صحيح. وطبعا التطور التكنولوجي يعني راح نسمع عن أشياء أكثر يعني سواء كنا متخصصين أو لا. فبس يعني هذه المحاضرة إن شاء الله تكون تفيد يعني شرائح عدة من المجتمع إن يكونون على الأقل واعيين بالأشياء اللي ممكن راح تستوي في المستقبل. و يعني إن شاء الله أكون بعد جاوبت على السؤال. إن شاء الله. سؤال آخر كذلك ورد مهندس منيرة من الأستاذ لؤي هنودي، يذكر أو he points out النقطة اللي ذكرتها في بداية المحاضرة أو بداية الملخص، أن هناك فرق ما بين المدن الذكية والمدن المستدامة. سؤاله يرتكز على هل هناك تضارب ما بين هذين الشقين، الاستدامة والذكاء بالنسبة للمدن؟ هو أول شيء أحب أشكر الأستاذ لؤي على سؤاله. هو ليس يعني خلوني ما أعبر عنها عن تضارب، ولكن تكامل. يعني
دعنا نقول إن هناك معايير مشتركة بين المدن الذكية والمدن المستدامة، اللي هي it revolves around environment, it revolves around people, it revolves around economy. يعني كل هالمحاور يعني تقريبا هي مشتركة بين معايير الاستدامة ومعايير المدن الذكية. هو موضوع تكاملي وليس يعني موضوع أن يكون فيه يعني اختلاف. نعم. وكذلك في سؤال تابع للأستاذ علي عجلان، يخص كذلك مبدأ الاستدامة أو المدن المستدامة والمدن الذكية. ما هي أهم الوسائل التي تم ذكرها في الكتاب؟ أستاذ علي، شكرا على سؤالك. شو المقصود بالوسائل؟ يعني أنت شو حاب توضح لي يعني؟ أهم الحلول بالأصح، عذرا ممكن أنا ما سألت السؤال بطريقة صحيحة. نعم، أهم الحلول، إيه؟ أهم الحلول، خلينا نقول الحلول اللي targets the issues، الحلول التي تستهدف المشكلات وتحلها. يعني الحين مثلا عندك مدينة فيها اختناق مروري كبير، أنت يعني خلينا نقول مثلا التوجه أو التركيز على إيجاد مثلا حلول لهذه، يعني مثلا ازدحام الاختناق المروري. عندك مثلا مدن تستهلك موارد بشكل كبير، يعني ممكن ان انت تنوع مصادر الطاقة، تدخل مواضيع الطاقة المتجددة اكثر. يعني يكون في حلول يعني مصممة لمشاكل تلك المدينة، واللي ما نعرفها الا اذا نحن سوينا دراسة، يعني دراسة تحليلية لكل مدينة. وتطبيقات، يعني ذكرنا تطبيقات، يعني خلينا نقول ممكن استخدامها في المدينة، مثلا عندك السمارت ويست ديسبوزبل، عندك يعني هذه حلول أمانة مش حلول جذرية، ولكن دائما في يعني مساهمات لهذه الحلول، انها راح يعني تكون جزء من الحل، وليس يعني كلها جهود صراحة لحل شيء معين في المدينة. واضح مهندس سميرة. سؤال آخر من المهندس أيمن أرشيد، هل هناك فجوات تكنولوجية أكبر بين المدن والواقع؟ وهل تستطيع المدن في الوقت الحالي تحمل مثل هذه التكلفة لتحويلها إلى مدن ذكية؟ حقيقة أستاذ أيمن، في تكلفة. يعني هو صراحة الكتاب ما ذكر يعني أشياء، يعني خلينا نقول توضح أكثر موضوع التكلفة، ولكن هناك يعني بتكلم عن التكلفة. عندك مثلا التكلفة تقسم إلى عدة أجزاء، الـ initial cost، القيمة المبدئية. القيمة المبدئية، وقيمة الـ operation، وقيمة يعني لما نقول ميزانية ما نتكلم عن يعني مثلا initial cost ولا ميزانية مبدئية. عندك الـ operation، هاي الأنظمة تحتاج إلى دائما خلينا نقول لصيانة وتشغيل. عندك يعني عندك cost يعني كل مو بالعمالة الماهرة، هم الفنيين المختصين، السمارت بيبل المختصين بالانتليجنس والذكاء الاصطناعي وغيره. فكتكلفة تقديرية هي تكلفة كبيرة صراحة. ولذلك يعني شدينا على موضوع انه يكون public private partnership، لان مش الحكومه وحدها تقدر تغطي يعني هذه التكاليف، اللي تكون يعني هي مثل ما نقول long term investment. علشان تشوف نتائجها لازم يعني هي يعني تاخذ وقت عشان تشوف نتائج مرجوه. فهذه يعني ان شاء الله يكون جاوبت على سؤالك استاذ ايمن. وشو الفجوات بين المدن والواقع؟ هو مع الوقت إنه راح يقل مثلا، مثلا نفترض ان المدينه الذكيه شيء خيالي، ولكن هي يعني اقرب ما يكون الى شيء مثلا يكون راح ملموس يعني خلال السنوات مثلا العشر او العشرين سنه القادمه. فهو شيء يعني خلينا نقول هو التوجه لتصميم المدن. واضح، احنا كذا يكون انتهينا من فقرة الأسئلة والأجوبة. مهندسة منيرة، نشكرك كثير الشكر على هذه المبادرة الطيبة، وأنقل المايك للمهندس مفوق إذا كان عندك أي إضافة. شكرا باشمهندس، شكرا مهندسة منيرة.
وشكرا لجميع من تابعنا وأثرى النقاش بالأسئلة وبالحوار. ممكن الأسئلة والتساؤلات هي كلها تقودنا إلى سؤال واحد ممكن أن نختم به. جميع الأسئلة تخلينا نشعر بالقلق على مستقبل المعماري، تو بنفكر في أنفسنا كمعماريين وسط هذا الزخم من المشاركة في تصميم المدينة الذكية من مشرعين وقانونيين وتقنيين ومزودي خدمات وما إلى ذلك. المعماري هل سيظل مدير المشروع أم أنه سيبقى مساهم في مرحلة معينة وبعد ذلك سيتم استبعاده من التقني أو استبعاده من صنع القرار أو استبعاده؟ هل سنحتاج أن نرى تخصص جديد أنه لازم يكون نفس الشخص المعماري والتقني؟ هل سنرى مثلا مدارس جديدة للعمارة تدرس التقنية والمعمار في نفس الوقت في حال لم يتفق المعماري مع مهندس الاي تي او التقنيه او مزود الخدمه الذكيه مثلا؟ احنا حاليا نتساءل على مستقبلنا في أهم مثل شيء، أهم شيء ما يستبدلنا الروبوت. تستبدلنا الروبوت، لو الروبوت خذ مكان المعماريين هذه مشكلة. ولكن غير ذلك، يعني أنا أيدك في نقطة إن المعماري لازم يكون يعني يدرس أشياء حتى لو ما كانت ضمن مجال، يعني أشياء حتى لو ياخذ يكون قارئ وباحث عن الأشياء اللي راح تكون في المستقبل، لازم يكون يعني مواكب للتطورات. حاليا اتوقع ان حتى معظم يعني الجامعات في غيروا الكورسات اللي يعطونها. اتوقع في جامعه دخلت ذكاء اصطناعي مع الهندسه المعماريه، فهذا الشيء يعني يدل على شيء، يدل على اهميه ان المعماري ليس فقط دارس التاريخ مع اهميته، ولكن ايضا لازم يكون عنده نظره للمستقبل. ف نعم، لازم يكون عنده يعني سكيلز عشان ما شكرا. يبدلونه، مو صاحب المشروع ولا مدير المشروع، لازم يكون شوية يشتغل على نفسه. نعم، مستقبلنا إن شاء الله. إن لازم مستقبل مشرق إن شاء الله. شاء الله. شكرا مهندس على التلخيص. شكرا، إلى أسعدني جدا اللقاء اليوم، وأتمنى إن شاء الله من الاستفادة. حفزتينا جميعا إن شاء الله للاطلاع على الكتاب وقراءته بإذن الله، شكرا، وللقراءة بخصوص الموضوع بصفة عامة إن شاء الله. نعم، مبادرتنا مستمرة. موضوع سمارت سيتيز تحديدا يحتاج لكثير والكثير من النقاشات ومن المحاضرات إن شاء الله. فبإذن الله نطمح ونتمنى أن ما تكونش مساهمتك هذه الأولى والأخيرة، فبإذن الله تكون في مساهمات ثانية. إن شاء والمبادرة ما زالت مفتوحة، الزملاء في أركنت الباب مفتوح لاستقبال معظم المساهمين فيما يخص الموضوع هذا وغيره من المواضيع. نترك الختام لرفاقنا في أركنت لأي إضافات بالخصوص، وشكرا، شكرا جزيلا باشمهندس. شكرا جزيلا، شكرا. الشكر الجزيل لكم مهندسة منيرة ومهندس مفوق على هذه المبادرة الطيبة، ونشكر كذلك الحضور الكريم في هذا اليوم، وبإذن الله نتطلع لمشاركتكم المستقبلية معنا مهندسة منيرة ومهندس مفوق واستمرار هذه المبادرة. الله، بإذن الله. شكرا أتمنى جزيلا. لكم، أتمنى لكم جميعا يوم موفق وفي أمان الله. شكرا، يوم سعيد. شكرا. مع السلامة.